الآن وحصريا. هلا مرحبا باسم العنيسي عزاز الشارع رحيب بالجزلات والطيب مبنية تهنيت يا فهد ومبروك لك حلا بعرسك يشوش الشعر بات الوافية. هلا مرحبا باسم العنيسي عزاز الشارع رحيب بالجزلات والطيب مبنية هلا المطموخ من ماضي الأزمان تجنب الفعول لا حضر ساعة الهيا ينومس عصافة راس بالجود والإحسان كريم من إكرام بنيران وبحيا وجدك عسى يرحمه رب المال الرحمن كريم شجاع لفعول ضهوية يا كنت عبد المحسن المحسن المليان فعاير هبتتني ست أشهر لك اخواني يا فهد خصايل وقوم اسمان مواقف هم الجزلات ماهي معاسية باخص علي حي علي وسيع الطال وطاريه بين الناس والعز راعية فراس وفراس السعد الصعايب ما تجنن فعولة والفعايب بطولية حدد لي عليها الهك وهالنادر بليها يعزف الصعب ولا من حضر ضاري عبد الله الفخر والشان هذا النادر المطبوخ يا حي طارية ولا دالعني في اليصيج وما بغنك صان هلا العطفة وفعول العنيزي رجولية هلا مرحبا باسم العنيزي عزاز الشارع ترحيب بالجزات والطيب مملية هلا وخوك ذكرت علي الصيد والعرفان وعلي فعول البال ومر الضرورية وبحسين المطموخ من ماضي الأزمان تجنب الفعول لا حضر ساعة الهيا ينومس عصافة راس بالجود والإحسان كريم من إكرام ونيران وبحية وجدك عسى يرحمه رب المال الرحمن كريم شجاع لفعول ضهوية يا كنت عبد المحسن المحسن المليان فعاير هبتتني ست أشهر ماضية لك إخواني يا فهد خصايل وقوم اسمان مواقفهم الجزلات ماهي بعادية باخص علي حي علي وسيع الطال وطاريه بين الناس والعز فراس وفراس السعد الصعايب ما تجنن فعولة والفعايب بطولية هذا اللي عليها الهك وهالنادر بليهان يعزف الصعب من طيب والله قوي ولا من حضر طاري عبد الله الفخر والشان هذا النادر المطبوخ يا حي طارية ولا ليس الوحيدون.